طيب على ذكر نادي الزمالك الشقيق الطرف المباشر للاهلي، والحقيقه الحاجه المشرفه جدا يا جماعه في حدوته الاهلي والزمالك، ما من بطوله في كره القدم اتلعبت في مصر من اول ما اتقال كاس السلطان حسين وبطوله القاهره قبل الدوري الممتاز او حتى قبل كاس مصر الا والاهلي هو البطل الدائم فيها والتاني له على طول نادي الزمالك. يعني هذه الشراكه في هذه العلاقه عبر تاريخ كره القدم كما يستحق النادي الاهلي انه دايما صاحب الرقم القياسي وصاحب الجداره بالصداره في كل البطولات، التالي له مباشره في كل هذه التتويجات هو نادي الزمالك الشقيق. عشان كده فكره ان الاهلي والزمالك جناح الكره المصريه المغرد في منطقه الخليج، وايضا النموذج اللي قناه ابو ظبي بتطلق عليه كلاسيكو العرب، هو فعلا كلاسيكو العرب، الاهلي دائما الاول والزمالك دائما الثاني. دي علاقة صداقة وشراكة طبعًا. يستحق عليها الناديان وصفة تاريخية. كل التقدير، وصفة تاريخية بالزبط. وصدارة تاريخية دائمة. هنطلع نشوف بمناسبة هذه الصدارة التاريخية والوصفة الدائمة رأي نجم زملكاوي كان أهلاوي، أيمن منصور ابن النادي الأهلي، انتقل إلى نادي الزمالك، سجل في الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي في 94، لكن له رأي مهم عن مارسيل كولر مدرب الأهلي. خلينا نعرف راي حضرتك ايه في كولر، يعني المدير الفني للنادي الاهلي، شايف ازاي بقى الاداء والنتائج معبره، بس شايف ازاي الاداء؟ يعني الراجل برضو لسه في، يعني احنا مش عايزين نحكم عليه، لسه في ان هو بيتعرف على اللعيبه، لكن هو يعني لما بيحط سيستم الرؤيه بتاعته او الشكل اللي هو بياخد بيه المباريات، ودي برضو يعني مخليه ان هو كسب مباراتين الريال مدريدي وكسب مباراتين في الدوري، حته ان هو كسب 4 مباريات لا تتحسب برضو للمدير الفني. مدرب عنده كتير ومدرب مش قليل، فعنده كتير الفتره اللي جايه، ممكن هتلاقي داخل ومدخل لعيبه كتيره جدا، ممكن بيعتمد على اللعيبه، ده رؤيه مدرب ان هو اللعيبه اللي موجوده ممكن يثبت تيم، ممكن بس في ظل اللي هي تتابع المباريات ما اظنش ان في مدرب هيبقى فيه تثبيت تيم او شكل معين هيلعب بيه، لازم يكون محضر البدائل بتاعته ايه. لكن هو اصراره، رؤيته للملعب، التغييرات بتاعته، التشكيل بتاعه، لا فيها درجه كبيره جدا جدا من الذكاء. تشكيله، تفكيره وتغييراته فيها قدر كبير من الذكاء، ده أيمن منصور. يعني الحقيقه كابتن أيمن منصور خلينا نتكلم عنه في الأول، من الشخصيات الجميله والمحترمه والمهذبه، ويمكن زي ما قلت يمكن كتيرين جدا ما يعرفوش ان أيمن منصور ابن النادي الأهلي. صحيح. واستمر في النادي الأهلي حتى مرحلة الشباب. وكان ممكن يكمل، ويمكن احنا كان ليه استضافه مع الكابتن مصطفى عبده في المجري وكشف عنه علاقته بالكامله. طبعا عملنا له حلقه في المجري كشف عنه علاقته الكامله للاهلي، جزء كامل في تاريخه طبعا، وتحدث بواقعيه ومنطقيه وقال حتى لما الاهلي قرر ان يبعدني الاهلي ما استغناش عني، ظل معي وظل يدفع لي راتبي وقيمه الشيء اللي كنت مقيم فيها لغايه ما رحت النادي تاني، كان رحت السكه الحديد والتزمت فيه. أيوه. فراجل دايما بيقول كلمه حق وراجل محترم يعني بتاع ده. فعندما يتحدث عن مارسيل كولر الحقيقه بيتحدث عن مدرب، انا من عادتي ما بحكمش على اي مدرب قبل 10 12 مباراه بشكل عام لما اشوفه، لكن يعني زي ما بنقول الجواب باين من عنوانه. انا لما العب 4 مباريات 2 قاريه و2 محليه واحقق فيهم الفوز دون انت حتى تهتز الشباكي، عندي دفاع جيد وشكل مميز، عندي خط وسط بشكل قوي، باقي الاداء الهجومي اكيد ده هو هيضبطه بشكل كبير جدا، اذا ضبطه هيكون الامور كويسه. تحيه للكابتن ايمن اللي قال كلمه حق الحقيقه في حق مدرب جاي جديد بنعلق عليه طموحات وامال كبيره جدا في المرحله المقبله. انت علقت على ايمن منصور، خالد الاتربي علق على ميدو بقى. طيب. نشوف ميدو. انا بعرفه، تعرف كولر مدرب ذكي، مدرب عنده خبرات كبيره جدا وده باين، وانا بقول لكم ان كولر ده ينجح مع الاهلي وافتكروا كلامي. تعرف المدرب الكويس من ايه؟ اول حاجه من عينيه، المدرب عين، المدرب اللي بيغلط كتير في عينيه مهما عمل عمره ما يبقى مدرب كويس، انما الراجل ده من اول يوم عمل بالانس كويس في كل خط، جاب 2 سنتر باكات. على فكره مش سهل ان انت تطلع ياسر ابراهيم بره، وان انت تطلع رامي ربيعه بره، وان انت مش سهل، ومش سهل ان انت تقعد السولية احتياطي، كل دي حاجات محتاجه مدرب عنده شجاعه وفي نفس الوقت عارف هو بيعمل ايه. اي مدرب في
في 4 2 3 1 يلعب السوليه جنب ديانج، تعرف ان هو ما عندوش فكره. ممكن مضطر ان انا العبه، لكن السوليه جنب ديانج لا. التركيبه دي مش يعني مش التركيبه الصح، مش التركيبه الصح. انما الراجل قرا واختار ان هو يلعب بحمدي فتحي جنب ديانج، عمل بالانس في نص الملعب. نمره 2 في الديفنس، عمل بالانس في الديفنس كويس، واحد لعيب كوره وبيقرا اللعب كويس جدا محمود متولي، والتاني سريع واجريسيف عبد المنعم. صح صح الدنيا كده صح. عامل بقى منافسه في التلت الهجومي، هيفضل في المنافسه دي لغايه ايه؟ لغايه ما يثبت على ثلاثه. لكن هو الراجل اسس الفرقه صح، اسس الفرقه بشكل كويس. طيب ميدو راي ايجابي جدا في مارسيل كولر، خاصه في اختيارات اللاعبين.